بقول لك النتائج في الفترة الأخيرة والهزة اللي حصلت والإصابات الكتيرة دي النتيجة الطبيعية لضغط المباريات، ولا أنت رأيك في أسباب تانية؟ والله بص، الدوري بمفهومه يعني احنا دايما دايما اكتر برضو من اكتر الانديه اللي بتفهم الدوري بشكل صح، عشان كده هتلاقي النتائج الحمد لله لحد كبير جدا بالنسبه او بالارقام هتلاقيها لصالحك. يعني الدوري مشوار طويل جدا جدا، فكره ان انت هتاخد من المباراه الاولى للمباراه الاخيره بنفس المستوى ونفس الاداء ونفس النتائج، اعتقد انها فكره يعني بنسبه كبيره جدا توصل ل 100% صعب انها تتحقق. تمام، احنا خدنا 8 مباريات ورا بعض، ربنا كان موفقنا بشكل كويس، حققنا فيهم كلها انتصارات، وجت مباراه مصر المقاصه بعتبرها من المباراه الحلوه قوي 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 على المستوى الفني هنا وهنا ما بين المقاصه والاهلي. جات لنا حوالي 7 أو 8 فرص لكن ما كناش موفقين فيهم، وخرجت المباراه بفوز مصر. في المباراه اللي بعدها اللي هي مباراه طنطا برضو الشوط الاول اعتقد هو كان بنسبه كبيره كويس، الشوط الثاني كان اقل شويه، لكن النتيجه وارده جدا جدا. حته ان يبقى في هزه في الفرقه او في شغل في الفرقه، بالتاكيد حتى لو كسبان اكيد كابتن حسام البدري بيتكلم باللعيبه وبيتكلم معاهم حتى وانت كسبان، يعني الموضوع مش لا قدر الله وانت متعادل او خسران لا قدر الله، يعني ما بتستناش ما بتستناش حتى لو انت كسبان. يعني فطبيعي جدا في الدوري ومراحله وتغيراته وزيد من صعوبته المباريات المتلاحقه ان يحصل اي حاجه سواء كان تعادل او لا قدر الله ولو في فوز لازم هتقف عندها. يعني فاحنا بنتعامل مع اللقاء اللي جاي هو اللي اكيد البدايه بالنسبه لنا، دايما دايما بننسى امبارح بكل ما في فوز او لا قدر الله هزيمه او تعادل، بالنسبه لنا هو بكره نشتغل لبكره على طول. فالنتائج بتاعتنا كلها بالنسبه لنا يعني اللي فاتت بتبقى في ترتيب في الجدول وتجميع نقاط وكل شيء بتسترد عليها وتوصل في النهايه ان انت تكون بطل يعني، لكن طالما عدى امبارح بناخد من اخطائنا فيه وبنشتغل على بكره. لكن بننساه، احنا بنقفل الصفحه، ممكن يبقى في شغل كتير بنتكلم فيه مع اللعيبه، ممكن يبقى في حاجات بنقف كتير مع اللعيبه، لكن احنا في الحالتين بنقف مع اللعيبه وبنتكلم مع اللعيبه سواء كان مكسب او خساره في نتيجه غير بمناسبه